للحديث حول فكرة المقال نرحب عبر الهاتف بكاتبه المستشار والخبير التربوي فيصل تايه. أستاذ فيصل صباح الخير. أسعد الله صباحكم سيدي بكل الخير وتحياتي لكم للمشاهدين والمتابعين الكرام. نعم. وأشكركم على طرح هذا الموضوع الهام. نعم. حديث الساعة. نعم أستاذ فيصل، يقال من غشنا فليس منا لكنهم كثر بيننا، ما الحلول برأيك؟ وأنت ربطت الغش في الامتحانات بارتباطات في المجتمع، تفضل. بداية وقد وصلنا هذا اليوم إلى خط النهاية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، حيث أن ما يهمنا هو الحفاظ على هذا الإرث التاريخي ليبقى امتحانا سياديا نكافح من أجل رقيه ونسعى إلى تطويره ضمانا لمستقبل أبنائنا. نعم. ولذلك وبداية فلا أحد ينكر أن هذا الموسم لم يكن سمن على عسل، بل كان مليئا بالتجاذبات، بل يجب أن نعترف أن هناك مشكلة. نعم. ولكن وفي ذلك يجب أن نقول كلمة حق، إنه ورغم المعوقات والشائعات والتفاصيل المقلقة والتي روجت بطريقة غير معتادة والتي طبعا أرهقت الطلبة وأهاليهم، إلا أن ذلك كله وفي نظري يمكن أن يزول أمام جوهر الإنجاز مع إصرار وعزيمة المخلصين في تكويننا التربوي. لهذا دعونا يعني نسجل شكر وتقدير لكل من عامل في هذا الفعل. نعم. الوطني بكل همة ومسؤولية وإخلاص من كوادر وزارة التربية والتعليم. واسمح لي يعني أن أتحدث بكل صراحة، وأنا هنا لا أدافع عن وزارة التربية والتعليم ولا أدافع عن أحد، لكن نحن أبناء هذا الوطن وعز علينا ما أشيع. ودعني من خلال قناتكم الموقرة أن أوجه رسالة من مفادها أن مؤسسة التربية الأردنية مؤسسة مقدسة، ومن يجرؤ على مسح هيبتها يضر بسمعة الأردن والأردنيين. وهذه المؤسسة الوطنية ليست دار وجاهة لا لوزير ولا لأمين عام ولا لأي مسؤول. نعم. موجود أو ذهب، الكل يتبدل لكن يبقى الأثر ويبقى. نعم. أستاذ فيصل، فقط للإشارة وقتنا ضيق نوعا ما، فلو يعني دخلنا في صلب الموضوع مباشرة. نعم. بشكل مباشر، الهالة المرعبة والمصيرية التي تحيط بالتوجيه برأيك هل تساهم باللجوء إلى الغش أو بانتشاره؟ يا سيد الكريم، يعني أعتقد أن هناك نمطية سلوكية هدفها اجتياح لمنظومة التفكير الجمعي لدى جيل كامل نحن كتربويين سعينا به للتحصيل المعرفة والبناء الذهني والبدني والنفسي السليم، ولا نريد أن يكون هناك أي عبث بمستقبل هذا الجيل. يجب أن نعترف أننا بجميع الأحوال أمام مأزق جمعي يتمثل بما حصل من تجاذبات في مرحلة الثانوية العامة، ولكن وليعلم الجميع أننا الآن أمام مرحلة جديدة من تطوير الثانوية العامة، ولذلك المرحلة القادمة ستكون مرحلة مختلفة تماما عما هو يعني يجري حاليا. ف يعني الآن وبعد حين أدركنا أننا أمام تحديات معرفية وعلمية وتكنولوجية هائلة. نعم. وضخمة، إن لم نستوعبها استيعابا جيدا سنظل ندور في حلقات أخرى. نعم. شكرا شكرا. ولذلك المرحلة القادمة ستشهد تطويرا للثانوي العامي بشكل واضح، وهذه السنة والسنة القادمة أتوقع هي يعني نهاية ستشهد أو نهاية للتوجيه بشكله الحالي. نعم. بدي أشكر وجودك معنا المستشار والخبير التربوي فيصل تايه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.